السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو. المنتج ده يا جماعة دايما كنت بشوفه بيظهر لي كده في الاعلانات بتاعت امازون وانت مثلا بتصفح الفيسبوك او حاجة او حتى علي اكسبريس، دايما كنت ما اقلب فيه دايما الاقي المنتج ده بيظهر لي، اللي هو دايما كنت يعني بيلاحظني او في كلمة كده بتشدني اللي هي كلمة 7 في 1. فا ايه 7 في 1 ده وايه المنتج ده؟ ويعني هنعمله انبوكسنج مع بعض كده النهاردة ان شاء الله ونشوف هو هل فعلا المنتج ده مفيد ولا اي كلام وفيستك يعني. فكل ده في حلقة النهاردة ان شاء الله، بس اكيد لو انت مهتم ما تخش على بلايك كومنت جميل زي كده، اشترك في القناة انت مش مشترك، فعل زر الجرس ويلا بينا بوكسنج يا شباب. طيب زي ما شايفين يا جماعه، ادي كده شكل العلبه اهو من قدام، وادي يعني من الجنب اهوت كل الاتجاهات. طبعا كالعاده في ناس كده بتحب تشوف الحاجات دي من كل الاتجاهات يعني. تمام، مكتوب هنا طبعا الكلمه المميزه اللي هي 7 في 1. طيب نشيل بقى كده، نفتح نطلع المنتج. طب ناخد بالنا كده، خلاص الباكج مفيش حاجه تانية. طيب يا جماعه ده كده شكل المنتج اهو من قدام او من فوق يعني، وادي من الجناب، وادي يعني ايه من كل الاتجاهات كده. طبعا هنا اول وظيفه من وظائف ال7 اللي هو الجزء ده، الجزء ده زي ما بيقولوا كده انت ممكن تمسح بيه شاشه التليفون بتاعتك او شاشه الكمبيوتر. في هنا برده زر اهو، لو ناخد بالنا لو ضغطنا عليه كده وطلعناه لقدام هيطلع منه هنا كده فرشه ناعمه جدا. الفرشه دي ممكن تمسح بيها برده الكيبورد، زرار الكيبورد او اي تراب عندك على اي حاجه، عندك مثلا سماعه، عندك اي حاجه عايز تمسح من عندها التراب، فالجزء ده هيبقى مفيد جدا في حاجه زي كده. في من فوق هنا بعد كده قطعه كده بتشيلها، هنلاقي هنا كده دي الحاجه الثالثه معانا، دي اللي هي بتاع يا جماعه اللي بتشيل الزراير بتاعت الكيبورد اللي هي الكي كابس بتاعت الكيبورد، دي بتشيل بيها الزراير. تمام، في ايه تاني؟ في بعد كده هنا لو ناخد بالنا في الازازه ديت، هي مش عارف هو المفروض اساسا ان هي تيجي فيها السائل بتاعها، هو يعني مكانها كده في نقط كده تحس ان جواها حاجه، بس هي جايه لي فاضيه فالمفروض ان انا املاها سائل من عندي يعني. ما علينا، بعد كده في المكان الثاني هنا كده، في لو ناخد بالنا الجزء ده هنا بيطلع منه هنا كده زي سن او جزء مدبب، الجزء ده يا جماعه ربر يعني حاجه زي بلاستيك كده بس بلاستيك طري، ده غالبا هتنضف بيه السماعات اللي هي بتاعت الايربودز، سماعات الايربودز بيبقى فيها كده اللي هو الشمع اللي بيجي من ودننا وكده تنضفها بيها. الجزء ده بصراحه مش عارف بتاع ايه يعني، في الجزء ده هو عامل زي الفرشه كده بس مش عارف بصراحه ده بتاع ايه بالظبط يعني او ينضف بيه ايه. في الناحيه الثانيه هنا لو خدنا بالنا الجزء ده برده بيطلع، ده بيتنضف بيه بقى الشمع بتاع سماعات الايربودز بس بتاعت البوكس نفسه بتاعت العلبه، علبه الايربودز نفسها بتنضف بيها بالجزء ده. فانا مش عارف كده بصراحه هو كان ميزه يعني، بس هو مكتوب عليه 7 في 1 بس خلاص، هو يعني المنتج ما فيش فيه حاجه تاني او ما فيش فيه حاجه يعني ميزه تانية او حاجه تانية يعني. هو عامه المنتج بصراحه مفيد مش وحش يعني، في كذا حاجه حلوه بصراحه. انا كنت شاريه من امازون كان عامل 88 جنيه، ده ارخص سعر لقيته على امازون، حتى كان يعني متوفر باللون البينك، قلت مش مشكله بقى بينك يعني، الالوان التانية كانت باغلى من كده فقلت لا مش مستاهله كده ادفع اغلى في الوان تانية يعني. عامه هسيب لكم لينك شراء المنتج ده في صندوق الوصف لو حد حابب يشتريه يعني. وبس اشوف دي كانت حلقه النهارده، اكيد يعني لو استفدت من اي حاجه ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس وبس كده يا شباب، سلام.